لعمرك ما تبخر تبخر واحترق. السلام عليكم. السلام. على وين العزم يا جدي؟ سافر يا ابو. يبا تعوذ من ابليس. انا ابليس يا شاعر، انا ابليس مثل ما قالت مرتك. يبا لا تقول يبا، لا تقول يبا، ما دام انا خراب هالبيت انا السبب في كل اللي صار في هالبيت، انا السبب فطرت سالم من هالبيت وتينن مطلق وحرمان شعال من اليامعة ورسوم سمير في المدرسة بعد. ايش تبي تقول اكثر من كذي؟ ايش تبي تقول؟ جدي جدي صل على النبي، وهات اغراضك وباكر الصبح يحلى الف حلال. لا يا ابو انا مالي قاعدة في هالبيت بعد اليوم. يبا انت فهمتني غلط. خلاص خلاص يا سعد، لا تقول يبا، لا انت ولدي ولا انا ابوك من اليوم. جدي جدي وين بتروح؟ بالهوى بالهوى يا ولدي ما ضاع. يبا يبا يا ايش فيك انت؟ ايش تبي؟ ايش عندك انت؟
يبا سعاد اختي لازم تكمل تعليمها في الجامعه. خلني اشتغل الحين، انا مو فاضي، بعدين نشوف الموضوع ذا. يبا انت طول وقتك ما انت فاضي. ايش قصدك؟ قصدي ان التسجيل راح ينتهي، وحرام يا يبا تحرم سعاد من فرصات. يعني الحين انت ما تشوف انك تدخل نفسك في اشياء ما تخصك؟ يبا الله يهديك سعاد اختي، ومصلحتها تهمني. وانا قلت يعني ما رايحه تدرس؟ يعني ما رايحه تدرس؟ يبا سعاد من حقها تكمل دراستها في الجامعه، الله يرضى عليك، لا تحرمها، حرام عليك. يا الله، البنت ما لها الا بيت اهلها، سواء تعلمت ولا ما تعلمت. غلط يبا. ها؟ اسف، انا قصدي ان البنت تعليمها مهم وضروري اليوم، ولازم تحقق تعليمها. يا حبيبي يا حبيبي سعاد، فشلتنا فشلتنا وقطعت خطنا، قامت تكتب قصصنا ومشاكل بيتنا في الصحافة. أنا ما أدري بعد لو وصلت الجامعة إيش بتسوي فيني. يبا أولا أختي سعاد اكتبت باسم مستعار، خايفة منها الموقف هذا، وبعدين حتى رئيس التحرير بنفسه يقول راح يكون لها مجال في كتابة القصة. وانت ايش دراك؟ أنا اللي مودي القصة بنفس الجريدة. لا والله. اي والله، وفي ناس بعد يبا ينتظرون الجزء الثاني لعلمك. سلوم؟ نعم. قم. ايش فيه يبا؟ قم واذلف عن وجهي. ها؟ اذلف عن وجه الله لا يبارك فيك. تبون يا تبون في لي بعد؟ تبون في ضلع ارض الحكم؟ اطلع. ايه اللي قاره؟ وانا مالي. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام. ها؟ ايش سويت؟ ما سويت شيء. ويه؟ ما رحت حق ابوك مثل ما قلت. رحت لابوي وطردني، حتى كلامي ما خلاني اكمل. ايه سمعت يا اخوي؟ اقتنعت الحين؟ إذا كان علي أنا، أنا مقتنع من زمان. شو نسوي يا أحلام؟ سارة، أبوك يحبك وايد ويسمع كلامك، حاولي إنك تقنعينه. أبوي تعبت معه، كم مرة أقوله ولا يسمع كلامي. يعني شلون؟ سعادة تكون الضحية؟ عشان شو نسوي؟ ما بيدنا حل. لا يا سارة، أكيد في حل ينقذ سعاد. ما حد بيحل مشكلة سعاد يا أختي إلا أبو سعد. تقصد جدي؟ إيه جدك، جدك هو حلال المشاكل. لكن يا أخوي أبو سعد زعلان علينا. جدي زعلان؟ إيه جدك زعلان على أبوك، تزاعل وياه البارحة وراح القرية. وشلون يروح القرية؟ ويه شال كل أغراضه وراح القرية. ها ده الرجال ما حد سلمني، ما حد سلم من فعايل ولسانه، حتى ابوه طاله شره. يما شلون تخلونه بس يروح القريه؟ وي الله يهداك يا وليدي، انا كلمه واحده قلتها وغصبا عني، زعل مني انا بعد؟ يعني حتى انت يا يما زعلتي جدي وخليتي يروح؟ ما علي سالم مركز، اذكر الله صل على النبي. هالبيت يا خال كله مصايب وكله بلاوي وكله مشاكل، ما ينبغى ذا البيت، اعوذ بالله. تعال يا سالم، سالم قوة الا بالله. شافيت يا اخوي؟ حتى ولدي سالم بعد صار يلومني الحين انا. سمعي يا اختي، انت خلينا من سالم الحين. سالم اصبي بيزعل وبيرجع. ولكن اللي ابغى اعرفه ابو سعد. ابو سعد وين راح؟ اقول لك يا اخوي ابو سعد سافر. لا 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 ما سافر. انا قلبي يقول لي ام ابو سعد هنا. ما سافر. بس شلون شلون يسافر يا اختي وهو يعرف من بيت ولده هذا معفوس فوق حدر؟ لا لا ما صدق، ما سافر ابو سعد هنا. عيال وين راح؟ ان كنت انا ابو احلام اطلعه، وما طلعته ما اكون انا ولد النوخذ. هلا هلا ابوي. هلا هلا حي الله ابو سالم. لا 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 يبا ما صار الا الخير، ايش دعوه الله يهداك. لا تهتم، بس انت شلونك؟ ها بشر. اي المشروع الجديد. اي لا ابتديتوا فيه على بركه الله. الحمد لله الحمد لله. زين ابوي، شوف يا ابوك انا جاهز. اي نعم لا جاهز تحت الطلب، اي وقت بس امر اشر. يلا مع السلامة يبا. هلا ولدي، هلا قمر. ها بشر، عسى بس حجزت الصالة. اي حجزت ودفعت العربون. لا لا من طبيعي، ايش فيك ابوك تقولها من غير نفس؟ عسى ما شر. يبا يبا انت تدري ايش فيني؟ ادري ادري، تو عمك ابو سالم متصل فيني ومعلمني بكل شيء. زي كذي عاد؟ كذي عاد فشلني بسارة؟ هذا ابو سعد ريال كبير وما ينشرح عليه، وصدقني يا ولدي لو انا في مكانه سويت كذي واعظم. يعني وانت تشوف كذي؟ طبعا يا ولدي الله يهديك. يا ابوك انت ما بقى على زواجكم غير مده بسيطه، كل حين ورايح جاي داخل. يبا ما يصير، يبا البيت مو بس صار لحالها، الا في البيت ما يحلون عليك كل حين ودخلت. بعدين انت اذا بغيت تحاكي ساره كحاكي بالتليفون، وكلها كم يوم وبتزوجوني. إذا كذي ما علي، نسينا كل شيء. زين الله يبارك فيك يا ولدي، الله يبارك فيك. الله الله يسلمك. نسيت. تعال تعال، ايش نسيت؟ ايش نسيت؟ نسيت كروت الزواج في المطبعه، خايف يسكرون الحين والحق عليهم. يلا فمالي بعد. خر علي. الله يبارك، الله يبارك يا رب. العب 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 من عشاء. من جلوك سيارتي انا. يلا انا من جلوك سكلي. يلا انا من صندوق بيبسي. يلعب 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 زين.
بس لحظة لحظة، انت ما جي دورك. العب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. انا جيت. انا ما جيت. تعال تعال طيب يا قدلتك. تعال يا القدلة. تعال يا مطلق، قل لنا الله يهديك سوالف عنتر. تعال. انا ما عندي سوالف، انا مو فاضي، انا انسان مشغول. ايش تبون مني انتو؟ مطلق؟ ها شنو هذا؟ هذا شنو بعد؟ خشمي هذا. اطلع فيك يا رب. عيب عليكم، عيب عليكم. انتوا ليش كل ما امر من هالدرب هذا تذوني؟ ليش؟ انا شو مسوي فيكم؟ عيب عليكم. ايش يقول؟ هذا مطلق؟ لو الخبر الحين صار مثقف. روح يا شيخ. يا شيخ خذ عنا مطلق. مطلق ما عاد منك. تبي ايس كريم؟ ما ابي ايس كريم. ايس كريم؟ ابي اروح البيت. تخلينا اروح البيت ولا لا؟ ايس كريم يا مطلق. تعال تعال تعال. يا عيال قوموا يا عيال. ذبحنا 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 ذبحنا. حرام عليكم يا عيال، حرام عليكم. وعدتوا جيراننا، وعدتوا اخويانا. مجنون هذا الخبل. حرام عليكم. ان الله يقدر عليكم ما قدر عليه. ان شاء الله ان شاء الله. حرام عليكم. لا تلعبون صاروا عابرين. خذوا الجيران وشدونا اخويانا. ان شاء الله يا الاملح. ابشر. خلاص مع كلام ابوك الاملح. ايه ما باقي الا باكر وخلاص. ان شاء الله. ياه اي مذاكر، تعبت من هالمذاكر. قلت عاد اتصل واسولف وياكم ثويل فهد. اي نوله القلب طيب ما يصبر ما يصبر. الله يسلم. املأ القنينه تمدد الثوائل، املأ القنينه من الزجاج، القنينه بالسجاد من الفلبين من الفلين. ثم املأ القنينة بالماء والذئبق، ثم ضعها فوق نار هادئة. النار لازم تمدد يكون... والسوائل بعد. اخوي فالمين. حي الله اخوي. انت من متى هني؟ انا من قبل لا تمدد السوائل. انا من قبل لا تمدد السوائل. أيه. مش معقول. ايوه يعني انت قصدك يعني سمير انت فاهم قصدي زين. عيب عيب اللي قاعد تسويه سمير. عيب. شنو العيب سمير؟ لا تخليني اعافس ويك سمير. يوز عن السوالف، خليك في دروسك احسن لك يا سمير. طاوعني انت لو توفر نصايحك حق نفسك انت انطح روحك احسن. وللاسف انا ما اقدر امد ايدي عليك، انت عارف هالشيء زين. طبعا لان ابوي موجود، وما دام ابوي موجود انت تاكل تبن. يا عاد سمير ابوي موجود وكانت عرفت، لكن اذا تتجرى مره ثانيه وتمد ايدك على التليفون وتجيبه من الصاله تحطه هني اعرف اني بكسر اصابعك تكسر. انت فاهم؟ يعني ابو سعد ما جاكم يا ابو مطلق؟ لا والله يدعي ما يعني. ما يصير خير. معقوله عاد يعني هقواك ان رجع القريه؟ ليش ما رجع القريه؟ تو قايل لنا من شوي انه متهاوش مع ولده، يجوز انه زعل والله حط في خاطره وطق جسمه وراح شو اسمه القريه. ليش لا؟ جايز. انا جيت يبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا مطلق. مطلق حياك الله يا مطلق. تعال يبا تعال، بارك الله فيك. هذا هو. الله يفكك ولا يبلانا. الحمد لله على السلامة يا مطلق. الله يسلمك يا خالي. الله يسلمك. شلونك الحين ابويا؟ عساك اشوى خالي. ابويا انا زين يا خالي، لكن الناس يا خالي الناس. الناس ايش فيهم بعد الناس؟ الناس يا خالي مو براضيين يقتنعون اني انا صرت عاقل بعد ما طلعت من المستشفى. انا اقدر اميز بين الصخره وبين العنز، بين الريال وبين المره، بين السياره وبين الجاري يا خالي. لا حول ولا قوه الا بالله. الناس من ذا اللي تسوي في نفسك؟ انت عافر روحك عفار. الناس مطلق يا خلف ابويا، انت ما عليك من الناس. امشي في حالك وصر رجال وصر ادمي واسمع كلام ابوك وما يهمك من الكلام. يعني يا خالي يا اخو امي يا خالي انت مقتنع اني انا مطلق
مو بمينون يا خالي، انا مو بمينون، انا عاقل. الله يهديك، الله يهديك ويصلحك يا ولدي يا مطلق. انت وش عليك من الناس؟ الناس ما عندها عقل، دليل الناس اللي يسمونك مينون وهم المياني. يعني بالعربي الفصيح يا ولدي يا مطلق، تخلي ايمانك بالله سبحانه وتعالى قوي، وتصير انسان تكانه ورزين، واذا مشيت في الشارع تمشي مثل لوالي. وهالقصه هذه اللي طالعه قدامك تحش منها شوي وخلصنا، ولك حكي من اللحيه دي ما يسموك مينون. بنت سعاد وينها؟ سعاد؟ ايه سعاد وينها؟ تبهدلين علي، وينها؟ يبا اختي سعاد في غرفتها، لا تاكل ولا تكلم احد. وعلي عليها طول نهارها، هذا هي صياح مستمر ولا سكتت. هاي دلع بنيات وانا عارفه، بس خلونا من السوالف. الله يهدوك يا ابو سالم، الله يهدوك ان شاء الله، تعوذ من ابليس وخلي بنيل شويه. اقول لك سمعي عاد، لا تطولين هوياي، انا قلت الجامعه ما ادش يعني ما ادش، وتمش بوزها مره واحده. يبا ترى اختي سعاد طول عمرها متفوقه بدراستها، وكل امنيتها انها تدش الجامعه مثل اختي ساره. انا اقول يا سالمين اللي عنده كلام يوفر حق روحه، زين؟ ترى انا مو فاضي. يا الملقوف، بعض الناس ملاقيف تفشلوا. شوف علي اذا ما تسكت والله بصوخك اطراق بعد الويك. يمه ترى اوامر ابوي بس علي انا وعلى سعاد اختي وعلى سالم بس. ايش قصدك؟ وضح كلامك. شوفي عاد ساره، انت اخر واحده تساليني شنو معنى كلامي، لان انت فاهمه الوضع زين. انت واخوي سمير ما حد يحاكيكم، مغضوضه عنكم العين. والله. اما انا واختي سعاد واخوي سالم العين علينا جريه. راح 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 فيلثوف. والله. تعال قول لي انت يا البلع، شو اخبار؟ شو النتيجه؟ نتيجه الامتحانات شنو هي؟ حاسدين الفقير عواد تتني معه. يما خلاص ما باقي الا باكر بس، وان شاء الله ان شاء الله النتيجه ناسب، قصدي راجح ناجح. الله يسمع منك، ان شاء الله ناجح، يوافقك الله ان شاء الله. لا بارك الله فيهم ولا في نخالهم، ما صارت فيك. تا 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 تا. شو اسمك يبا؟ لا تخاف لا تخاف، شو اسمك؟ منير. منير، اقول يبا منير، الدل نخل عيد بوكلتش. نخل ابو سعد؟ اي ابو سعد. هذا هو. بارك الله فيك ونعم. اقول عسى نجحت يا منير. ان شاء الله بنجح. اقول منير ودي اعطيك ريال بس ما عندي فكه. مره ثانيه ان شاء الله. مره ثانيه. في امان الله يبا. لا تلعبون في الشارع ها؟ شنو تسافر الله يهداك يا سالم؟ شنو الحكي؟ عندي دورة في إدارة الفندقة. ما اختلفنا يبا، بس زواج أختك قريب، زواج أختك ما بقى عليه شيء. الفندق مرشحني لدورة سنة ونص، وشغلي أهم، صح ولا لا؟ ما حد قال لك غير الحكي، بس أختك بتتزوج يا سالم، وجدي الله يسلمه ما راح يحضر العرس، وسعاد مريضة ما بتحضر العرس، هم أنت تزوجها بعد وما تجي، تشوف عدلة أنت مو عدلة؟ أبوك فيه البركة، أبوك مو محتاج لا لي ولا لجدك. سالم، سالم يا سالم. نعم. تليفون عشان. عن إذنك يا أخ سالمي. تفضل، إذنك وياك. يلا يلا سووا لكم همة، يلا تحرك، مو قاعد لي هاللون، يلا تحرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. ابو سعد. يا ابو سعد. من هو؟ ابو سعد. من هو؟ انزل انزل يا ابو سعد. دعي. اي نعم دعي، انزل انزل. يا الله ياك ياك. عاد انزل ابو سعد بسرعه. انزل عاد يا ابو سعد. عفافة. حي الله ابو سعد. الله يحييك يا ابو. شلونك؟ ايله شيله. عساك بخير. الله يسلمك. استرح ابوي استرح. سلامات سلامات ادعي. الله يا ابو سعد. يا اخوي ذن الشباب اللي تطلع ذن خرط طويله. لا تطنز علي ادعي. ما بقى يا ابوك في العمر اكثر من ما مضى. ما تقول لي انت ايش اللي جابك الغريب؟ اي والله نخلكم هذا الحقيقه. إيه؟ فك راسي عجزت وانا ادور فيه.
لولا ان وليدي يلعب في سكتكم ذيك اسمه منير دلاني على ذا النخه. ما تقول لي يا دعين صاير يا يبقى عشان ما احد من العيال صايرهم شيء. لا لا ما صاير الا الخير، بس شلون تهد عيال ولدك وتدج القريه؟ بيت ولدك معفوس يا دعين. تعرف ان ولدي سعد وزوجته ما يبون وسطهم بالبيت، عشان كذي هديتهم ويت في زراعتي. بس يا ابو سعد عيال ولدك محتاجين لك الان، ولازم تكون بينهم. يدعي بيت سعد ولدي طول عمره معفوس. يا ابو سعد عيال ولدك محتاجين لك، محتاجين لك يا ابو سعد، محتاجين تصير بينهم. يا دعي سعد ولدي وزوجته ما يبونه في وسطهم، عشان كذي هديت البيت ويت زراعتي. ابرك لي يا ابو سعد. يا ابو سعد ولدك سعد ما سوى سوى فينا، لعب بالسكه، لعب بالمؤسسات، لاعب ببيته لعب. يا ابو سعد اولدك ذا شري شري، ما ادري منين جايبه. تصدق يا ابو سعد تصدق ان هناك سعاد مسكينه مريضه، وتصدق ان بنت ساره بنت ذيك الحبوبه زوجها بالقوه؟ انا متدخل عليك بالله يا ابو سعد، انا طالبك برحمه والديك يا ابو سعد انك تروح معاي للديره. يا دعي شلون تبينا اروح وياك؟ يدعي يقول لك صاحب المثل إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. وقف هذا الروز. هذا الروز؟ أيوة. أنت إيش اسمك أنت؟ كمار. من لحمة؟ لا ما في كمار. أيوة. اسمك أنت كمار؟ كمار أيوة. أي ودر مطر. زين. سرعة. زين. شيل عنك. زين. تحلم زين. ودى المطبخ عدل، لا تكسروا الأغراض، ما في كسورة. زين يلا جلدي جلدي. أيوة كلش. انا ترى كلش تعبت. لا حول ولا قوة الا بالله. شو تفكر يا ابوك؟ فكر كلامي هذا. يا ابوك هذا العرس، عرس تعب ما هو بسيط. الله يهداك استريح بس. ايوه لاسبوع كامل يوم واحد ما ارتحت فيه. ان شاء الله بترتاح، كله كم يوم وبترتاح مرة واحدة يا ولدي. بس عاد ها؟ عسى الاغراض كلها وديتونها بيت ابو سالم، انا ما ابي انقص شيء عليها ابد، ترى هاي بنت اخوي مثل بنتي. يا يبا كل الاغراض اللي جبناها وشريناها وديناها حق بيت عم ابو سالم، تطمن. الله يطمنك، اي لان يا اخوي كلام، ما تعرف يا ابوك، ما ابي احد يقول عني شيء ابد، وبعدين كل شيء هذا راجع لك. يا يبا لا تخاف، اللي وديناه حق بيت عم ابو سالم ما حد سواه قبلنا ولا حد بيسويه عقبنا بعد. سعاد يا سعاد، انا متعود اشوفك مبسوطه وضحكي. وين سعاد اللي ماليه البيت بضحكها ومرح؟ يا سعاد انت انسان متعلم وفاهم، حرام هاللي قاعد تسوينه بنفسك. سعاد انا مسافر. عندي دورة في كندا ومسافر، علشان كذا جيت أسلم عليك.
آه يا رجولي يا مطيرك. راحت رجولي عذاب. نبهم ما أدري نحط ذا النخل فيه ما صارت. تصدق إني قمت عفر في ذيك النخيل يا الله لقيت ذاك النخل. وعلى ذا التعب وذا البهدال تصدق إني عجزت من بو سعد يجي ويا. يا خالي يا حنين يا خالي يا عطوف يا خالي، انت عارف يا خالي الطيب ما يقر ولا يستقر في بيت الذيب الاثرم والمكلج. ايش فيك ابا نجك لك شوي 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 شوي. الا ودي احنا اسالك شلونك مع الشغل يا خالي؟ انا بالنسبه للشغل الطبيب ما اعطني اجازه استجماميه علشان حالتي الصحيه، والتاكسي يا خالي يا اخو امي يا خالي الوحيد التاكسي مبنشر. شلون؟ لا الظاهر مطيلك راح اخرطي والله. يديك يا ابو مطلق تكذب علي انا بعد تقول لي مطيلك طا الظاهر ان الصدمه اثرت عليه. لا اللي عدمته مسكي خالي. انا رايح يا خالي. يا مطيلك يا مطيلك ذبحت روحك وذبحت وياك. ما تستقل ما تقعد أيوبا، استقل اقعد في مكانك ارجهم في محل. يا ابوي تعبت من الدوارة في السكيك، ما نجيبك الا من سيف البحار، نجيبك من السكيك أديت حتى الارض منك. استقر استرح ابوي استرح، اروح اسوي لك شاي اقعد. ما جيت في بيتك ابغي اشرب شاهي يا خالي. خالي احلام وين هي؟ ها احلام شلك يا باب احلام؟ راحت السوق. السوق يا حب يا حب يا حب الحريم حق السوق يا خالي، كله في السوق صبح وليل. شوي 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 لا تشند شوي شوي. انا بروح اركب البريج الشاي. روح شاي بيت خالي بعد زين كله واقف. هذا اللي قصوا علي والله لسوي لحن لحن صديق. هلا مطلق انت هني؟ احلام انا قوة مطلق. ايه نعم على سنة الله ورسوله. فيك خبر انت ولدك ينوني انكم سارة سارة سارة. سافر؟ ايوه معزم مسافر. وعرس اختك بحاضره؟ البركه في ابوي. انتوا ريايلين انتوا ريايلين نشد بكم الظهر انتوا كفو. يبا سواء انا حضرت ولا ما حضرت مالي اهميه عندك. شلون مالك اهميه يا وليدي الله يهدك، انت اخو العروس اخوها العود. يما ابوي ما يهتم لا من كبير ولا من صغير. ايش قصدك يا سويلم؟ قصدي المفروض خدت موافقتنا على هالزواج لو تهتم منه. صحيح من هو انت علشان اخذ موافقتك؟ ما تقول لي هذا انت قلت. هو من هو انا؟
يا وليدي الله يهدوك، خلي اللي يروح روح، والزواج قسمه ونصيب. خلي طيس عاد يسافر مدير الاوتيل، مدير الفندق، اظن لو انك تكد علينا كان بعد ما ادري ايش بيسوي فينا. ابو سالم يبا ما في داعي للتجريح وانا ماشي، بس احب اقول لك ان اختي سعاد تراها امانه في رقبتك يبا، وجدي لازم تصالحه. عجيب عيالي ايش صايرين علي معازيب. انا لله وانا اليه راجعون. صار له مده هالولد متاخر ولهالحين ما جاء، ما ادري وش صار له، وين راح وين ولا. ابو مطلق يا ادعي دش يبا، الباب مفتوح دش، بارك الله فيك دش. الحق علي ابو مطلق الحق علي. خير ان شاء الله يبا. ولدك مطلق اغمى عليه في بيتنا. ولدي مطلق اغمى عليه في بيتكم؟ ايه الرجال شاف ساره وطاح طول بطول في هالبيت. ساره ثاني بعد يدعي، وين الولد الحين؟ وين الولد؟ وديته المستشفى. الرجال حالته صعبه كلش كلش، من عبس عباس. اناي لله. شفت هاك حتى يدي عضه. والحين حالته شلون الحين؟ هو زين هو له اللون؟ اي زين، بس انت المهم راح جيب له ثياب ومش نروح نوديه المستشفى. والله مصيب والله مصايب قعدت فيها اني ادعي مصايب، اطلع من شيء وادش في شيء، يوم مسوي لي مصيبه، يوم طاق الناس بحصى، يوم ماخذ بايق له سيكل وداعم به مره، وش اسوي انا؟ وش اسوي؟ والله شاب راسي يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه يا أبو سالم، ما سويت خير في ذا الولد، ما صدقني قام شوي عودته ثانية، ما ترجع مسكين، الله يكون بعونه. للعشيوي كرة عرضية طلع منطقة الجزالة كم تنقطع من الشمال. يعادل شغلك روح. إلى الميزعي في وسط الملعب ناحية اليسار، سامي داود ناحية اليسار. ماشي سامي ماشي ومع منصور الأحمر. ارفع يا خبل ارفع. ماجي سامي يحاول يعرض كرة، وكرة عرضية أمام المرمى. الله هدف جميل، هدف المهيزعي، خالد المهيزعي يحط هدف جميل، هدف جميل. ودخل المستشفى. إيه وعلى أي مطلق، والله ما تستاهل يا مطلق، هذه كلها منك انتي. أوي ما أعرفك هنا الله يهداك، لازم إيه على رايك. انزين قولي لي، جبتوا ثيابكم من الخياط؟ اي جبت ثيابي وثياب سعد حطيتهم. اي اذا سعد على هالحاله ما تبي ثياب ولا شيء. يما انا متشامه من هالزواج، اختي سعد مريضه واخوي سالم بيسافر ويدي زعلان، يعني بوتم بروحي ما حد وياي. اتشبله اتشبله خلفه. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حياك الله. ها سميرو شو اخبار النتيجه؟ النتيجة 3-0. 3-0 صكوا عليكم. 3-0؟ من اللي 3-0؟ يبا نتيجة الامتحان ونتيجة المباراة ذبحتني. والله فكر بالله عليك، هذا وقت امتحانات فكر خلاص. يما شفتي ولدك ولا على باله؟ الله يوافقه الله يوافقه يا وليدي. يا رب يا رب توفقه ان شاء الله وتحرق التلفزيون يا رب. حي الله وليدي سالم. الله والنبي يحييك، شلونك يا جدي؟ والله تمام يا ابوك الحمد لله. امشي 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 ابوك، استراح استراح. حي الله جدي. الله يحييك ابوك يا ولد. يا جدي اشوفك والله مستانس مرتاح في القريه. اكيد يا ابوك. أيوة. الواحد اللي يعيش في ارضه ومكانه اكيد بيستانس. ولا تنسى يا ابوك ان الارض هذه غالي علي، قطعه من قلبي هذه. اي علشان كذا احسن من المدينه عندك يا جدي. اي احسن ونص يا ابوك. أهل المدينة نسوا حاجات كثيرة يا أبوك، نسوا المحبة بينهم وبين بعض، نسوا الأخوة، نسوا العادات والتقاليد، نسوا كل شيء، أشياء كثيرة أبوك من عاداتنا وتقاليدنا اندثرت بينهم. علشان كذا يا جدي إن شاء الله إذا جيت أنا من السفر بجي أقضي إجازتي كلها معاك هنا. بتسافر انت يا سالم؟ اي والله يا جدي، اداره الفندق اللي انا اشتغل فيه مرشحين لدوره الى كندا. سنه ونص. سنه ونص؟ اي عاد قلت قبل ما اسافر اجي اسلم عليك وامشي. يا ولدي يا سالم انا حزنان على فراقك ابوك. سنه ونص سنه ونص يا ابوك، في من يولد وفي من يموت. لا ان شاء الله عمرك طويل والله يخليك لنا ان شاء الله. الله يسلمك يا ابوك. لكن يا سالم يا ولدي انا فرحان ومستانس ان الله وفقك بهالوظيفه وبتسافر برا بعد، وانك ثبت في هالوظيفه ما تقعد تتلعب زي اول ابوك. هذا يا جدي بفضل الله ثم بفضل نصايحك لي. يلا زين يا جدي ما بقى وقت. مستعجل يا ولدي. اي والله يا دوب الحق. مع السلامه. الله يوفقك يا امان الله يا جدي.
الله يوفقك. مع السلامة. الله يوفقك. أمان الله. الله يوفقك. مع السلامة. حياك الله يا أبوك. يا شمس طلي على شركتنا وشعشعي، ويا عصافير على مشروعنا الجديد زقزقي. رجب رجب، شنو زقزقي هذه؟ زقزقي يعني غردي يا ابو سالم. غردي غردي غردي. اي واضح يا ابو سالم، لا تقاطعني الله يخليك. ما فهمته، ما فهمته. المشروع الجديد. يلا يا شمس طل على شركتنا وشقشقي، ويا عصافير على مشروعنا الجديد زقزقي. ايوه اخواني المهندسين، اخواني الحضور، ان مؤسسه كلش ابو كلش ابو كلش يا الاثول. ايوه ايوه قصدي ابو كلش ابو كلش. ان مؤسسه ابو كلش وهي تحتفل النهارده بالمشروع الكبير، مشروع الخير. الخبر الخبر. قصدي مشروع الخبر. قصدي الخبر. والله والله يا رجب اسويك شعبان بعدين. يا ابو سالم قصدي مشروع الخبر يا ابو سالم. وانني نيابه عن هذه الاداره. بس يا رجب ترى عورت راسنا، انا شايف. مو عور راسكم بس يا رجب، تراك عورت راسنا. رجب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اظن يعني الاخ رجب يعني اعطاكم معلومات وافيه وما قصر بهالمديح. الله يخليكم. يا جماعه يا جماعه انتبهوا لي زين، انا يا جماعه ابغاكم تركزون وياي على مشروعنا هذا. بس يا ابو سلم، في كم بيت وكم فيلا لسه ما خلصوش لغايه الحين. يا رفعت يا بعد عمري. هذه مثل الفلل الصغيره والبيوت الصغيره، ناجلها. اهم شيء عندنا انك تاخذ العمال والفنيين وتودونهم مشروع الخير، هذا اللي وراه فايده كبيره. مشروع الخبر يا ابو سالم. الخبر. ايه الخبر. الخبر. ايه. وبالمناسبه بالمناسبة الحقيقة أنا عازمكم على زواج بنتي. ها. مبروك. 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 مبروك يا أبو سالم. الله يبارك فيك. البركة أبو سالم. الله يبارك فيك. ربنا يتمم بخير. شوف ولادهم إن شاء الله يا أبو سالم. الله يخليكم الله يخليكم. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة أبو سالم. يا سبيكة يا بعد هلي يا بعد عمري ما صارت خلصين. سالمي سالمي. نعم يا ابو تعالي بقول رايح. بروح انا اجيب البنات مع ساره من عند الكوافيره. تاخروا ما صار شغله هذه. تعرف يبى الزبرقه والشغل وكذي، يبي لهم وقت. خمس دقائق يجيبهم وي. مع السلامه. زين زين اقول تعال. امك وين؟ امي فوق بغرفه سعاد. طيب طيب روح. زين مع السلامه. يا بعد عمري يا سبيكه ما صارت خلصين. يا بنيتي قومي يا بنيتي، مو يصير عرس اختك ما تحضرينه. يا سعاد لا تسوين في روحك كذي، علشان خاطري قومي انت ويانا شويه وبعدين ردي. يا بنيتي ما يصير العروس اختها ما توقف معاها. اوه زين زين قثيتنا الله يقثيك. انا بروح يا بنيتي، والله لو بيدي كان ما ودي ولا لي خاطر ان انا اروح، لكن ما بلي الحيله. مع السلامة يا بنيتي. شوفي عاد إذا احتاجيتي أي شيء أكو تليفون عندك، رنيني وأنا أجي زتات. قشري في كلامه، صدري في غرامه، صدري في غرامه، دق بابي ودشة، دق بابي ودشة، قشري والله قشة، صدري صيد الحمامة، قشري في كلامة، يا قشري في كلامة. أبوي أبوي يركض، اركض شوي، اركض يا خلاص، اركض اركض، تعفر روحك، عفرتني معاك يا مطلق الله يهديك. الزواج قسم نصيب يا أبوي. خالي خالي لو تدري عن النار اللي بقلبي، النار. الليلة يا خالي الليلة زواج سارة، سارة بتزوجها يبعى ولد عيد الحلي. يا خالي تقول لي يا خالي. اقعد استرح، لا تقعد تشنج علينا كذيبة، لا يجيك شيء تطيح علي مصفار. اركضي باركضي، اركض اركض اركض. يا مطلق عندي خبر
عندي خبر الله يهديك يا مطلق. يا خالي خالي أنا ضيعت يا خالي أحلى سنين شبابي، أحلى سنين شبابي يا خالي ضيعتها وأنا أنتظر سارة. من يوم تفلعني بالحصاية خالي وإحنا صغار وأنا أحبها وتاليتها ياخذها يما عوي يا خالي. أنا اللي أستاهل. أركض يا يبا أركض الله يهديك أركض. بكرة بص الرجال، بكرة بزوجك بنت أحسن منها. خالي لا تقص عليه، يكفي انكم قصيتوا عليه 20 سنة ما ادري 25 سنة. سارة مسبية لك، انت اللي بتتزوج سارة. وتاليتها اطيح في جبد ابوي، انا بطيح في جبد ابوي. خلاص المهر بشتري فيه حمام، بشتري بربي حمام، انا ما ابي سارة. خلاص اركض يبا اركض اركض على يجيك شيء. اركض اركض شوي 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 ابوي شوي 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 استنى ابوي استنى. اسمنا عليك، اسمع يا مطلق، بكرة بزوجك بنت أحسن منها وتطفرها في سوق عار. لا تهتم، أنا اللي بزوجك، أنا اللي بجيب لك بنت، إيش لك شغل أنت؟ بس أنت بس تريح واركض، اركض بس، اهدى شوي، اركض بوي، اركض، اركض بوي. الله يهديك يا أبو مطلق. تروح الشغل وحاط بالك مرتاح. تقص ولدك هو اللي يطيح في شاب. صراحة العرس هم تقول ولا بنيان بيت. لا حش دعوة يبا، إلا بالعكس والله وناسة وطقطقة وش حلال. وعد حال بعدين يبا، كلها ليلة واحدة بالعمر وخلصت انتهت. ألا بقول لك خالك دعوي خالكم، أنا مستغرب ليش ما هي العرس حقيقة ما عنده سالفة. أنا قايل لكم هاي مبادمي الحين، مو بهو بس أبو مطلق مطلقوه المينون حتى
ذا ولده المينون ما يحضر العرس. بس ترى الشهاده لله يبا احلام يات وقعدت مع اختي ساره للصبح ولين الحين وقاعدة معها هناك بالغرفه. اي بعد كان خلى بنته منعها مره واحده ما تجي العرس. مو كذي يا يبا، انا تمنيت بس يدي يكون ويانا. ها؟ اي والله ابوي ويانا ناسي هالايام. المفروض الحقيقه انا لازم اصالحه. لا لكن هين يا وسالم. وسالم ايش فيك؟ سالم في غرفته. بنتي